嗯。<clears throat> إذن أسعد الله هو مساءكم بكل خير مرحبا بكم وسهلا أينما تواجدتم في هذا المباشر الجديد من الهواء الطلق أحييكم تحية مسائية عطرة ادعوكم الى مشاركة الرابط. في هذه الحلقة سنناقش موضوعين رئيسيين، الاول يتعلق باخر فضائح المخزن الخاصة ببرنامج بيجاسوس الاسرائيلي او المنتج عن طريق شركة اسرائيلية واللي اخر ضحاياه هي الناشطه الصحراويه من التحيدار المتواجده حاليا في جنيف كذلك سنناقش موضوع الطماطم عفوا البرتقال المغربي المسموم المصادر في هولندا للكميات المتبقيه منه اعيدت الى الزريبه لكن قبل ذلك ساحدثكم عن بلاغ وزاره الدفاع الصحراويه الذي يخص عمليات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المتواصله. اذا يقول بلاغه هذا المساء تحت عدد 479 بان وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي مرحبا وسهلا والله بكم جميعا. نفذت هجمات جديده ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي. وفي هذا الاطار شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات ضد مواقع الاحتلال المغربي في النقاط التاليه. قصف او قصف تمركزات قوات الاحتلال بمنطقه لعقد قطاع المحبس وقصف وكذلك يعني مفارز متقدمه من بواسل جيش التحرير الشعبي الصحراوي. قد ركزت هجماتها في وقت سابق على مواقع القوات الغازية بقطاعة الفرسية حوزة والمحبس وبالتحديد في مناطق قرارت شديدة وفضرة العش والسويحات وطارف حميدة وملقطة والعقد هذه الهجمات يقول بلاغ وزارة الدفاع الصحراوية قد كبد نظام الاحتلال المغربي خسائر كالعادة في الأرواح والمعدات ونحن نتحدث عن الحرب هناك خبر متداول موجود على الصفحة يشير إلى يعني إلى أحد الجنود الذين فقدوا حياتهم أنا شخصيا غير متأكد مية من من وفاته في عملية جيش تحرير الشعب الصحراوي ولا أستبعد ذلك وبعض المصادر يعني قالت أنه متوفي في حادثة سير وأنا أستبعد ذلك لكنه يبدو انه متوفي في عمليات جيش التحرير الشعبي الصحراوي لاننا الروايات اللي قدمها الاحتلال المغربي عاده وهو يعلق على حالات الوفيات في صفوف جنود الاحتلال المغربي عاده ما ينسبها يا اما لافاعي الصحراء الغربيه او ينفي يعني ينسبها الى العقارب أو ينسبها إلى السم أو ينسبها إلى أسباب أخرى لكن الخبر اللي قدامي هو وفاة لوسيرجون كرومي فتحي سليمان وهو عضو المجموعة الحادية والعشرين للمدفعية الملكية المغربية بمنطقة المحبس والزاك وطبعا يعني شفتوا الخبر مرفق بصورته موجود على الصفحة وموجود كذلك على الحساب <applause> طبعا يعني ياسر من الناس غير خصوصا يعني مع الاسف جزء كبير من المغاربه اللي لا يصدقوا وجود هذه الحرب يعني الى حدود الان ينكرونها وقد قد التقيت قبل قليل باحد الاخوه المغاربه وكان لي معه نقاش مستفيض وهو ايضا يعني من هذه العينه التي لا تؤمن بالحرب لا تؤمن بان هناك حرب الى حدود الان يذهب الى ان هناك مناوشات لكن اعتقد على انه نحن نتحدث عن انهيار وقف اطلاق النار في الصحراء الغربيه حينما نتحدث عن انهيار وقف اطلاق النار بالتالي فنتحدث عن الحرب لما ينتهي وقف اطلاق النار فان كل ما ياتي بعد ذلك ان قالوا حرب ما إن قالوا مناوشات ما إن انتم قالوا انتم ساكن في بلدي ليني يقصفني العدو والله 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 العكس اذا التمس العذر حقيقه لهؤلاء لانهم ضحيه ضحيه هذا التضليل وهذا يعني المنع من وصول الى المعلومه يعني كل ما تحدثت بواقعيه وكل ما تحدثت بصراحه وحين وكل ما تخلصت من القيود المخزنيه المفروضه على الاعلام كل ما دخلت الى مرحله العدو بالنسبه للشعب الذي الف الروايات المخزنيه. الشعب اللي متعود على ان يسمع روايه واحده من المخزن شيء مؤكد على انه لن يقبل منك لن يقبل منك الحقيقة وهذا واضح يعني من خلال التعاليق إذا قلت لهم الحقيقة يقول لك عميل الكابرانات إذا قلت لهم الحقيقة يقول لك مسيلمة الكذاب إذا التفتوا إلى مسيلمة الكذاب أصلا الموجود في المغرب اللي يكذب عليهم الواضح في واضحة النهار ويزور لهم حقيقة الوضع الذي يعيشون فيه فيسمينه محلل سياسي <applause> يسموه يسمونه في الزريبه محلل سياسي ذاك اللي يكذب عليهم ويدلس عليهم وينكر أو يتنكر لواقعهم وهو واقعهم اصلا يعني عايشين فيه ذاك يسمى محلل سياسي <applause> وهذا شيء طبيعي جدا يعني لان نتحدث عن رده فعل نتحدث عن رده الفعل ونحن نعلم كيف استطاع المخزن أن ينجح في في إيجاد التربة الخصبة لإنتاج ردة فعل معينة كل ما ناقشت كل ما ناقشت موضوع الصحراء الغربية كل ما تنصب لك تنصب لك محامون فاشلون عن أطروحة المخزن يعني ذوك اللي أصلا يدافعوا المخزن في موضوع الصحراء الغربية محامون فاشلون لانهم ما عندهم شيء يقدروا يدافعوا به لذلك اقصى ما يستعملونه من ادله ومن معطيات هو ما جاد عليهم به المخزن من خلال وسائل اعلامه اذا اليوم المخزن هو نفسه اللي نتكلم عنه هذا المخزن اللي مهووس بشين قالوا التجسس مهووس مريض مسلوب يعني مسلوب قالوا والتجسس اذا كانت الشعوب والله الانظمه السياسيه تبني تبني مستقبلها على 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 الثقافه وعلى التكنولوجيا ولا على الصناعه ولا على صناعه الاسلحه ولا على صناعه صناعه ما يفيد البشر فان المخزن يقضي هذا الوقت في صناعة الجاسوسية والتجسس ومستعد على انه ينفق كل ما يملك لممارسة الجاسوسية على خصومه طبعا طبعا لماذا يعني لماذا هو يستعمل يعني التجسس لماذا يستعمل التجسس لأنه ضعيف من الداخل ضعيف من الداخل لذلك يهرب إلى الأمام عن طريق استباق الأمور استباق تحركات اللي ممكن يقوم بها النشطاء والناشطات الحقوقيات على المستوى الدولي ويحاول إحباطها قبل أن تبدأ وحينما أحدثكم عن قصة شخصية لأنني واحد من الناس الموجودين في اللائحة في لائحة بيكاسيوس يعني واحد من الناس اللي موجودين في هذه اللائحة تحدث مجموعة من الأمور اللي تأكد على أنه تحركاتك وطريقة اشتغالك وربما تواصلات تواصلك مع 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 أطراف معينة والله مع ناس معينين والله مع تجد على انه تحبط المخططات، تحبط المخططات قبل التنفيذ. وهذا يدل على انه المخزن مستثمر قباله في موضوع الجاسوسيه باش يحبط هذه المخططات. يحبط هو يظن على انه يصنع انتصارات يعني بالنسبه له لما 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 يعذب يعني يعذب المناضلين. يعني هو يشتغل على تعذيب المناضلين. هذا تعذيب المناضلين يبدا من الحصول على على معلوماتهم الشخصيه وعلى تحركاتهم وعلى كذا ويبدا كيف يصنع لهم قضايا جانبيه لتشغلهم وتعذبهم وهذا ما يفعله مع 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 المناضلين والمناضلات الصحراويات بالخصوص في موضوع الصحراء الغربيه. اذا اليوم منظمه العفو الدوليه منظمة العفو الدولية عفوا منظمة العفو الدولية اليوم شتأكد تقول على أنه تم استهداف الناشطة الحقوقية البارزة اللي والمدافعة عن حقوق الإنسان اللي هي من التحيدار المزعجة حقيقة لنظام المخزن وتؤكد على انه من خلال تحليل لمختبر الامن التابع لمنظمه العفو الدوليه على انه هاتفين هاتفين يعني جهازين جهازي هاتفين للمناضله الصحراويه من التحيدار تعرضوا للتجسس تم استهدافهم مؤخرا في نوفمبر تشرين الثاني 2021 يعني قبل حوالي فقط اقل من 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 اربعه اشهر وهذا الاستهداف كان بعد اشهر من الفضيحه الكبيره اللي كانت مدويه واللي يعني عرفها العالم كان وتحدث عنها العالم وتحدث عنها وسائل الاعلام في خصوصا في فرنسا لانه كان من ضحاياها ايضا شخصيات فرنسيه وقالت دانا انجلتون اللي هي نائبه مدير برنامج التكنولوجيا في منظمه العفو الدوليه حقيقه ان منه حيدار استهدفت ببرنامج تجسس بيجاسوس قبل اشهر قليله هو دليل اخر على ان الشركات مثل مجموعه ان او ستستمر في تسهيل ارتكاب انتهاكات حقوق الانسان ما لم يتم تنظيمها بشكل صحيح إذن هي تؤكد مره اخرى على انه لابد يعني لابد على انه يتم ضبط الامور، يعني يتم ضبط ضبط هذا موضوع التجسس، محاصرة المغرب والاطراف اللي يخدموا معاه في في برنامج بيكاسوس باش اصلا يتم يعني محاربة وعدم السماح له باستعماله بطريقة مريحة. ويقول المقال لانه يظهر هذا الكشف الاخير أن سياسات حقوق الانسان لمجموعه ان اس او لا معنى لها في الواقع الفعلي فقد اظهرت منظمه العفو الدوليه مرارا وتكرارا ادله التحليل التقني الجنائية على اساءه استخدام برامج بيكاسوس منذ 2019 في المغرب وكذلك في اكثر من 12 دوله في تحقيق في تحقيق اسمه مشروع بيكاسوس ومع ذلك لم تتخذ مجموعه ان اس او أي إجراء لمنعها من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة التي تسببها أدواتها في المغرب هون لما نتكلموا عن لما نتكلموا عن هذا البرنامج ما نتكلموا عن البرنامج ما طبعا واحد واحد اصلا عايش في واحد العالم اخر واحد عايش في... شنو نقول لكم عايش عايش في, في... في... في قاروره مقفور عليه في قارورة أصلا وتتكلموا عن ناس حياتهم الخاصة مستهدفة تحركاتهم مستهدفة تليفونهم مستهدف صورهم اللي في التليفون مستهدفة فيديوهاتهم الموجودة في التليفون مستهدفة إيميلاتهم مستهدفة وهو عايش في قارورة هو عايش في قارورة كيف بغيتوا يفهمك كيف بغيتوا يفهم بأنه هذا النظام المستبد هذا النظام المخزني الدكتاتوري الفاسد انه راه مسؤول عن جريمه وهذه جريمه متكرره وك وكثيره في حق في في حق في حق ياسر من الناس وهو ايضا يعني هذا اللي يتكلموا عنه اللي موجود في قاروره اللي مقفول عليه في قاروره راه حتى هو ضحيه ولكن ضحيه ظلم المخزن ولكن ظلم المخزن بطريقه اخرى اخاف طبعا اخاف إذا استهدف يستهدف ماله والله يستهدف قوت يومه والله يستهدف حريته ولكن شوفوا لما نتكلموا عن الناس المستهدفين بهذا البرنامج اللي تحركاتهم يعني مضبوطة ومتابعة واللي يعني خصوصياتهم واللي ممكن يشغلوا لك الكاميرا والتليفون والكاميرا والصوت ويسمعوا يعني ماذا تقول وماذا تتحدث وحياتك الخاصة كاملة عند المخزن شيء عدل بيه لا شيء لا شيء طبعا يصور لكم من التحادار كعدو راكم شايفين يعني كيف يحاولون بمليون الف طريقه لأنه يصور لكم هؤلاء الناشطات والنشطاء الصحراويين على انهم اعداء انهم هم اعداؤكم هم اعداؤكم لو ما عندكم كاع عدو من غيرهم وتجد وتجد العياشي يسبح مع هذا التيار ويكتب وي... ويسب ويشتم ويقدح وي... ويخرج يعني رصيده رصيده ال... السيء من من ال... من الكلام البذيء ويكتب يعني في كل الاتجاهات وي... ويجعلها معركته يجعلها معركته ولكن هذا كان بسبب بسبب انه المخزن يوجه لك عينيك يقول لك عينيك لا تنظر الى هذا الاتجاه لا تنظر الي انا لست سببا في ماساتك ولا لا 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 انا لا, لا, لا انا انا العكس انا يعني انا احبك ايها المواطن المغربي واشتغل لاجلك وشوف كم انفق من الاموال من اجل التجسس حتى تكون انت بخير وعلى خير من هجمات من التحيدار ولا بهجمات فلان والله هجمات فلان, ولا هجمات فلان وذاك العياشي المسطل الفارغ اللي اصلا راسو يتقرقب اللي راسو يعني مزقنن فيه مزقنن فيه العجاج والبرد ينساق مع الموجه وياخذ يعني حتى هو السلاح ويبقى يهاجم ويهاجم هذا ويهاجم هذا وتجده يعني يخصص فيسبوكه ويخصص صفحاته والله يخصص تليفونه والله يخصص وقته لمهاجمة فلان ومهاجمة فلانه ومهاجمة فلانه فلان و... ويظن على انها هي معركته والمخزن قاضي غراض كما يقولون في الدارجه المغربيه المخزن قاضي غراض وال... والعياش العياش مسكين حال فمه ينظر الى اعدائه ال... ال... الافتراضيه <applause> يعني تصوروا يعني تصوروا كيف كيف هذا المخزن يعني استطاع لأنه يصنع لكم يصنع لكم جيل كامل يعني والله أجيال يعني ما وقع إلا جيل أجيال أجيال مختلفة كلها كلها تعيش على ماذا؟ تعيش على على أعداء وهميين بدل بدل النظر إلى العدو الحقيقي اللي هو المخزن بدل النظر إلى العدو الحقيقي اللي هو المخزن كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ اليوم لما نقول لكم لما ننتقل لموضوعنا الآخر اللي هو موضوع البرتقال المغربي اللي مصادر فيه هولندا اللي هو مسموم لأن لأن هولندا يعني هولندا عندها عندها مؤسسات تحميل المستهلك لأن عندها شعب وخاصها تحمي شعبها وعارفه بانها مفروض عليها تحمي الشعب ولذلك حينما تكتشف بانه هناك منتج مسموم شتعدل تصادره لكن شي عدل التجار الذين يقتاتوا على 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 المواطن على مواطن الزريبه الذين يعني يغتنوا على على حساب المواطن الزريبة لأنه أولا موضوع موضوع التصدير فيه أصلا خلل كبير جدا لأن التصدير يصدروا المنتجات اللي عالية الجودة واللي ضعيفة الجودة يعطوها لشعب الكليخ يخلوها لشعب الكليخ يبيعوها لشعب الكليخ اذا المنتجات نقولوا الطماطم مثلا ولا الحوامض والله والله اي يعني اي اي ماده من المواد الفلاحيه اللي موجهه للخارج يدوا الجيد منها يبيعوه في الخارج والكاملوط يعطوه, لمن؟ يعطوه لشعب الآن من يعطوه للشعب الكلي الان شو قاع من هولندا بان هذا هذه الطماطم او هذه هذا البرتقال اللي اللي مروج في في هولندا واللي مصدره المغرب. لما اكتشفت بانه فيه ماده سامه مسرطنه. وانه لا يصلح للمستهلك. وان فيه ضررا صحيا على المستهلك. صادرتوه. انتم مش عدلتكم لكم؟ التجار اللي عندهم ذيك الكميات اعادوها الى الزريبه. اعادوها الى الزريبه باش يبيعوها لمن باش يبيعوها لشعب الكليخ باش يبيعوها لشعب الكليخ باش ياكلها شعب الكليخ السرطان يموت تمرق فيه الامراض لا أحد لا أحد يمكن على أنه يدافع عنه شمن شمن جمعيات حماية المستهلك كاين شي كاين أصلا شي جمعيات لحماية المستهلك في المغرب جمعيات حماية المستهلكين وجدت في المغرب مثلا وبغات ترفع دعوى قضائية في المحكمة شكون لا يصنت لها في المحكمة شكون لا ينصفها في المحكمة شكون لا ينصفها في المحكمة من؟ من هو اللي ينصفها؟ لا احد لان في الزريبه ذاك الفلاح الكبير الفلاح الكبير خليني الفلاحين الصغار، الفلاحين الكبار اللي مكلفين بالاستيراد واللي اصلا يعني عندهم ضيعات كبيره ومن خلالها يعني يبيعوا منتجاتهم للخارج هذي الفلاحين متخلطين مع السياسة قدامين مع السياسة هم ليسوا فقط سياسي فلاحين بسطاء إنما هم أيضا سياسيين قدامين مع مع المخزن متخلطين مع المخزن يأخذون الأراضي كما يشاءون يأخذون الأراضي كما يشاءون يرفعوا الأسعار كما يشاءون يستغلوا, ال... يستغلوا الفلاحه كما يشاؤون يبيعوا بالاثمان التي يريدون أش من... اش من مراقبه في الزريبه قولوا لي اش من مراقبه في الزريبه اية مراقبه لصحه المستهلك قالك صحه المستهلك اية مراقبه لصحه المستهلك اللي كذب أدعوه إلى زيارة إلى زيارة معامل صناعة المشروبات الغازية في سلا اللي كذب أدعوه يمشي 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 لمصانع صناعة المشروبات الغازية في سلا ليرى عزكم الله كيف حسب يعني نقول لكم شهادة عن شهادة شهادة عن شهادة وأنه هناك بعض المصورين داخل التلفزيون المغربي أنا ذاك كانوا يقومون بزيارة هذه المصانع تعرفوا كانوا يجدون يجدون عزكم الله يجدون الدود يجدون الدود في في في, الاماكن التي تعبأ فيها وتصنع فيها هذه المشروبات الغازيه في سلا ومن المشروبات الغازية سير يشوفوا كذلك الشركات الخاصة بالحليب ومشتقاته اللي يجيبوا الزبدة من إحدى البلدان من أوروبا الشرقية يجيبوا كميات كبيرة من الزبدة ويخلطوا معها قليل من 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 حليب البقر ويخلطوا بعد ذلك معها شوي من بودر الحليب ويعطوا الشعب الكل صدر للشعب الكل أعطيه اعطي الشعب الكل يخ ويشرب اعطيهم آية مراقبة علاش كل شكون اللي ممكن تعود عنده شركة لإنتاج الحليب ومشتقاته في المغرب شكون اللي ممكن تعود عنده لاغريمون للمشروبات الغازية في المغرب شكون المستثمر العادي على مكان فلان ومكان فلان وتابع لفلان ومع الحزب الفلاني ومع المؤسسة الفلانية ومع المجرمين الفلانيين ومع الفساد الفلانيين والله ما يخلو يفتح شركة ولا وهذه هي حقيقة تسريبة هذا حقيقة تسريبة اللي نشوفها اليوم اللي نشوفها تتهاوى في كل الاتجاهات اللي نشوفها في الوقت اللي ما عندها حتى حماية المستهلكة تحماية حماية المستهلك ما عندها ولكن عندها ايش عندها عندها الملايير باش تشتري برنامج تجسسي وتصن وتتجسس على 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 على, على النشطاء والناشطات ما عندها حتى السياسه الاجتماعيه اللي تكفيها مع شعبها في الوقت في وقت الازمه حينما تاتي الازمه ولكن عندها الاموال باش تشتري برنامج تجسسي يسوى ملايير الدولارات عندها الاموال طيب انت اصلا ما تحس كاع بهذا الشيء ينباع وينشرى وراك كاع ما تحس به كاع ما تحس به تارك في عدل عالم اخر وهما يلعبوا باموال الشعب كما كما يريدون كما يحلو له كيف واحد طارح قدامه كميه كبيره من اموال الشعب ويصرف فيها كيف ما بغى وشايف الشعب يموت وشايف الشعب ينتحر البارح انتحر واحد من هذوك الجنود القدامى من اللي اصلا مطرودين من الجنديه البارح مسكين انتحر الآن انتحر لماذا انتحر؟ لماذا انتحر؟ على انتحر مسكين شاف شاف ما كاين لا مستقبل الظاهر قدام مؤسسة الحسن الثانية والله قدام مؤسسة محمد الخامس والله الظاهر في دارك والله الظاهر في المدينة التي تنتمي لها والله الظاهر في أي مكان تريد كاين اللي يسمعك ما كاين اللي يسمعك حييكم أنا ما كنتم أشكر لكم خالص المتابعة تحياتي لكم لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو الناس كذلك اللي يتابعون على مستوى اليوتيوب أن يقوموا بمشاركته وكذلك الالتحاق بالقناة تحياتي لكم وعاش الشعب الصحراوي وإن شاء الله الرحمن رحمه النصر في يوم الأيام على المحتل المغربي تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته